ولنقاشية تقارير صحفية التي كشفت بيع ضباط الجيش أسلحة متوسطة وخفيفة للميليشيات، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بكم سيادة العميد. حياكم الله سيدة الأخت العزيزة. وفقا لمصادر صحفية، فإن ضباطا في الجيش التابع للحكومة الحالية باعوا أسلحة ومعدات لبعض الميليشيات، كيف يمكن قراءة ذلك؟ حقيقة أنا أقرأ هذا الخبر من جانبين، الأول من حيث التوقيت فإن هذا الخبر له علاقة بالصراع السياسي الميليشياوي الجاري حاليا لتشكيل السلطة في العراق، والجانب الثاني ومن حيث الفعل فهذا الجرم الذي تصل عقوبته للإعدام هو بمثابة طلقة الرحم على رأس المؤسسة العسكرية التي طالما تميزت بمهنيتها وعقيدتها العسكرية، فيفترض بهكذا مؤسسة من أهم ركائزها هو الضبط والانضباط والمهنية أن تتحرك وفق سياقات عمل ثابتة وإجراءات تسلسلية دقيقة، منها إجراءات تداول السلاح والعتاد والمعدات والذي تفتح بها سجلات يدرج فيها جميع الأسلحة وأنواعها وتوقيتاتها دخولها وخروجها وجهة التسليم وفق مفهوم الجرد اليومي والشهري والسنوي والذمم، وأي حالة نقص أو فقدان يتم تشكيل مجلس تحقيقي فيه ويقصر المذنب. ولكن بعد احتلال العراق واستهداف المؤسسة العسكرية وإجهاض مهنيتها وعقيدتها وتحويلها إلى تشكيل فوضوي وبيح لعناصرها أن يتلاعبوا بمكنوناتها ومقوماتها وركزها دون رقيب أو حسيب، فهؤلاء قد أملشوا المؤسسة العسكرية وضيعوا هيبة العراق. تورط في هذه القضية عدد من الضباط، إلى أي مدى يعتبر هذا التحرك لبيع الأسلحة فرديا أم منظما بالتنسيق مع القيادات العليا؟ طبعا خبر الإعلان عن القبض على مجموعة ضباط لا يعني عدم وجود مجاميع أخرى تنتهج نفس السلوك وتمارس ذات الأفعال، وكل هذا بالتأكيد يجري بتنسيق مع قيادات عليا، فلا يمكن لهذا الضابط أو ذاك أن يتصرف بهكذا سلاح دون وجود تسهيلات على مستوى عال يشرف عليه طبعا عن بعد قادة كبار، فحركة السلاح جميعنا يعرفه ولا يمكن بدون موافقات من قبل قائد التشكيل المعني خاصة إذا كان في العاصمة بغداد وأطرافها، ناهيك عن أن من المحتمل أن تكون عمليات نقل هذا السلاح تمت عن طريق عجلات الميليشيات التي دخلت إلى الوحدات العسكرية وقامت بعملية الاستلام والنقل، ومن هنا باتت هذه المؤسسة العسكرية مسلوبة المهنية ومهزومة داخليا وفاقدة لمهنيتها وعقيدتها العسكرية. في هذا السياق، إلى أي مدى يمكن القول أن الأيديولوجية والولاء كانت أحد الدوافع للقيام بهذه العملية، عملية بيع الأسلحة، أسلحة الجيش للميليشيات؟ أختي الفاضلة، هناك مبدأ أمني يقول إذا أردت أن تتعرف على المجرم الحقيقي وغايته فابحث عن المستفيد من الجريمة، وأيضا سياقات تنصيب قادة الفرق والعمليات يتم عن طريق التصويت في مجلس البرلمان بعد تقديم الأسماء من الأحزاب التي في غالبيتها تمتلك ميليشيات مسلحة وبالذات الأحزاب الشيعية، بمعنى أن القائد ينصب من قبل الأحزاب. لو قاطعنا المبدأ الأمني اللي للتعرف على المجرم الحقيقي وغايته مع سياقات تنصيب القادة سيتضح لنا بأن هؤلاء الضباط والقادة المتورطين ببيع الأسلحة للميليشيات يتحركون وفق مبدأ الولاء لهذه الأحزاب المتأملشة والمتسلحة بأيديولوجية معادية للعراق والعراقيين. إلى أي مدى تكشف قضية بيع السلاح للميليشيات الفساد المستشري في مؤسسة الجيش ولا سيما الصفقات التي تتعلق بالأسلحة؟ من مخرجات إنشاء الجيش على أسس طائفية دمجية ميليشياوية هو اتخاذ الفساد ثقافة ونهج يتسلح به ضباط وقادة هذه المؤسسة العسكرية، فعندما يرى هذا الضابط أو ذاك فائده
يرتشي جراء عقود تسليح فاسده كما حصل في عقود الاسلحه والطائرات بعد عام 2003 او انتشار الفساد وبيع الاسلحه بجميع انواعها. من المؤكد ان يقدم هذا الضابط على الفعل ذاته وان يستبدل مهنيته وعقيدته العسكريه بالفوضويه والانتفاعيه الشخصيه. يضاف الى هذا كله غياب تطبيق مفردات قانون العقوبات العسكري الذي جعل غالبيه في الجيش يتصرفون دون مبالاه ودون رادع، فعندما يغيب القانون تنتشر الفوضى ويسود الفساد. ومن هنا فان الادوات الحاليه في المؤسسه العسكريه تتنافى ومفهوم الجيش، وباتت هذه المؤسسه عباره عن عنوان خالي من المفهوم والغايه. على المستوى السياسي، لماذا لم يتم تداول القضية وفتح ملفها عبر الجهات السياسية والرقابية؟ وإلى أي مدى تتمكن المحاصصة من كبح جماح مثل هذه القضايا؟ طبعا هذا الحادث وليس الحادث أول مرة، وسابقا رأينا كيف أن الدبابات الأبرام الأمريكية لدى ميليشيات كانت تقودها ميليشيات حزب الله العراق، وكذلك قاذفات صواريخ الاي تي 4 لدى ميليشيات بدر والعصائب، وامامه مرأى مسمع الامريكان اصحاب السلاح وانفسهم. اما النظام السياسي في العراق فقد بني على اساس المحاصصه، وعليه فان مخرجات هذا النظام التحاصصي هو الفساد والارهاب وغياب العمل المؤسساتي والمهني، ومنه المؤسسات العسكريه والامنيه في العراق. لذلك من المسلمات بان يتم التغاضي على هكذا جرائم وعدم فتح ملفاته، لان المجرم يرتبط بهذه الجهه وتلك التي تمثل جزء من النظام السياسي، وسقوط احد هذه الادوات يعني سقوط وفضح الاخرين. ومن هنا ستبقى مؤسسه الجيش عباره عن تشكيل هجين يدور في متاهه الفساد والارهاب بنوعيها المباشر وغير المباشر. شكرا جزيلا لكم السيادة العميدة الركن خليل الطائي، وهو مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد.